النهارده الايه؟ هنعمل اول حاجه الشوربه، هنعمل شوربه الكوسه. الله بحبها الكريمه، شوربه الكوسه بالكريمه. سلام. شفت الراجل محترم ازاي بس ما شاء الله. لا اصل خلي بالك يا شايف التقليبه بتاعتك برضو كده فيها البركه. لا هي التركه دي بقى بتاع العود كده، الدخان طالع كده والواحد يجوع كده، سخنه كده وريحتها والثوابت هتاخديها هتفطر. هتبرد. هنعمل الطاجن بقى ايه؟ لحمه. هتبرد دي قبل الفطار؟ لا مش هتقدر. مش هتبرد لا. انا بوعدك اديها لك سخنه على الساعه 6 بالظبط، لان دلوقتي المغرب بتاخر خلاص، توصل لك ساعه الاذان على طول. الله اكبر، ديليفري يعني. حاضر. اول حاجه هنعمل ايه؟ الطاجن بتاعنا، هنعمل طاجن بسله باللحمه زي ما اتفقنا. طاجن بسله باللحمه. بص عليه طماطم من فوق متدلع، وبص هو بسله ولحمه بس ولا في مكونات؟ بص بقى التطجينه، ان يبقى الصوص متجانس مع البسله مع اللحمه، ما يبقاش ايه فاصل متجانس. شوفي بقى السموزي بقى النهارده، تعرف السموزي ايه النهارده؟ جرجير. جرجير. الله ايه الصحه دي؟ بالتمر وبالنطس. ايه الصحه دي؟ بس خدتي بالك، باور طاقه. بالتمر بالنطس كمان، خدتي بالك؟ تمر ونطس وجرجير، ده اللي يشربه ما ينامش ال 10 ايام اللي جايين. خلاص يديله طاقه بقى اتعبك. اما الحلو عندنا زي ما انت شايف القطايف بالقشطه والعسل. لا مستعجل ليه يا شيف؟ لا هو معاكي اهو. لا معاك. الجرجير حلو طعمه عصير؟ ما حصلش بجد؟ ما حصلش، ما شربتوش قبل كده. يا ريت ويا جمالك تجيبي كمان جرجير سبايسي. كنا بعد الفطار يا شيف. انت عارفه ان في جرجير سبايسي؟ كان زماني قمت دقت والله دلوقتي. ويا جمال، ولا جبت جرجير سبايسي؟ انت عارفه ان في جرجير سبايسي؟ انت قلت كل ما صغرت ورقه الجرجير. لا هو ده ميني جرجير صغير كده. ايوه. طعمه بطعم الليمون او بطعم الشطه. بطعم الليمون؟ بطعم الليمون الشطه. ده عملوه جديد ولا ايه؟ اتعمل. ده زي البطيخ اللي بيطلع دلوقتي؟ بالظبط كده، موجود وطعمه ما حصلش. ما شفتوش ده؟ ما تجيب لنا شويه. بيبي جرجير ده، بيبي جرجير هتلاقيه في كل سوبر ماركت. جيب لنا شويه بطعم الليمون وشويه بطعم الشطه. طعم الشطه جميل جدا هيعجبك. لما تعمليه بقى مع التمر ومع الايه؟ لبن كامل الدسم ومع النطس كمان. يا سلام. احلى سموزي في الدنيا. طب انا ممكن برضه اخد شويه بقى اشربهم بعد كده. قلنا القطايف زي ما انت شايفه بالقشطه نيه، بالعسل التقيل. الله بحبها جدا القطايف. اما بقى الايه؟ ده ايه بقى الحلو ده؟ القبات دي، الحلو ديت الكنافه هنعملها بالفراوله، هنعملها بزبده الفول السوداني بالكيوي. كل ده قطعه واحده فيها ثلاث عيون، بتجيبيها بتعمليها تشكيله كده. اللي تحت ايه يا شيف؟ كنافه بالكريمه بالحشو الفراوله، كنافه بالكريمه بحشو الايه؟ زبده الفول السوداني، كنافه بالكريمه بحشو الكيوي. يا عيني، ثلاث طبقات وتقفليها وتحطيها. يا سلام لو مخزنين شويه مانجا يبقى كنافه بالكريمه. يا جمال بصي، الثلاث فواصل دي اللي عندك اعمليه، عندك خوخ كمبوت، عندك كمثره، عندك زبده بسكوت، عندك زبده شوكولاته بطرمان، اللي عندك تقدري تعملي لاولاد كل يوم شكل منهم.